تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، أقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة غداء رسمية ظهر اليوم بالديوان الأميري على شرف أخيه جلالة السلطان المعظم، وذلك بمناسبة زيارة جلالته لدولة قطر. حضر المأدبة الوفدان الرسميان من الجانبين العماني والقطري، كما حضرها كبار شيوخ العائلة الحاكمة وأعيان دولة قطر.